لو الحكاية فيها إن فيتو من الجريمة، يا ريت المجرم في المجتمع أيا كان ومين مكان ياخد عقابه عشان مصر ترجع يعني دولة آمنة تاني. إذا الموضوع ده هيعدي مرور الكرام، يبقى أنتوا بتخلونا أساسا من البداية نحس إن إحنا كل اللي بنعمله أو أصواتنا دي ملهاش لازمة، بالتالي أنا مش حد صوت، أنا عن نفسي مش حد صوتي لحد. غريبة، أنا عرفت إنك أنت رايح تصور استمارات، فناس كتير تطوعت إنها تصورها مجانا. أه بالظبط، أنا بصراحة ما كنتش متوقع اللي يحصل دوت. قلت سألوني ايه الموضوع، قالوا لي اشرح لنا الموضوع في ايه، شرحت لهم الموضوع من الاول للاخر، قالوا لي لا احنا متضامنين معاكم، انا هاخد منك الاستماره وهصورها على حسابي، شوف انت عايز كام الف، بجد والله كام الف وانا هصورهم لك. قلت له لا احنا مش عايزين نضغط على حضرتك. قال لي لا انا متبرع بتصوير الورقه، شوف انت عايز كام الف، وكل يوم انا هبعت لك الحاجه لحد عندك. خد الورقة وفعلا صور اللي قدر عليه، وفي ناس في الشارع شافت معايا الاستمارات بالصدفة، قالوا لي احنا عايزين نسخة. خد النسخة وراح صورها وخد منها كمية يعني كبير، كتير جدا، كتير قوي في الشارع. بس هي تمرد بشكل مختلف. هو في ناس في الشارع سألوني قالوا لي هي دي تمرد، قلت لهم هي حاجة شبيه ذلك يعني. في المترو برضو النهاردة قابلني ناس كتير جدا، قالوا لي ايه موضوع زينة دوت، احنا سمعنا عنه، الموضوع خد ضجة كبيرة قوي. حكيت لهم وشرحت لهم الموضوع، في ناس اتعاطفت قالوا لي ازاي، ولازم البلد تقف، لازم ان يبقى لينا صوت عشان احنا صوتنا يعني اكتر حوالي 5 اول اصدقاء بالضبط، عشان لو في بالضبط لو في حد صور الاستمارات وعايز يسلمها لنا يبقى في سهولة ان هو يوصل لنا. في ناس قالت لنا احنا هتشوفوا الفترة اللي جاية مننا، ناس عادية احنا ما نعرفهاش، هتشوفوا مننا مفاجآت كتير جدا، في حاجات احنا هنعملها عشان نسمع مصر كلها ان الموضوع دوت. مين شخصيات عادية جدا يعني في الشارع احنا ما نعرفش عنهم، قالوا لنا يا جماعة لازم ما تسكتوش عن الموضوع ده عشان هيتكرر. طبعا لا 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 بالظبط، لا فعلا لا، هي صرخة زينة اللي بتوصل مش صوتنا احنا. احنا بنتكلم، عايز اقولك ان يعني بصي انه انا بحس ان زينة بتصرخ بجد يعني دلوقتي، بتقول هاتوا حقي. مش زينة بس، كل يعني موضوع زينة، في ناس انا عارفه ماتت مثلا في مظاهرات، ماتت مش بس اقصد اقول لك ممكن حد يجي طرف يقول لك اصل ده كان مشتبك، مش الموضوع بتاع زينه مختلف تماما. دي طفله اتاخدت من قدام باب بيتها، لا ليها بقى في السياسه، دي طفله ما تعرفش من الدنيا غير انها تلعب، غير امان حضن مامتها وباباها. احنا دي دم زينه. انا بقول بجد للمجتمع كله تاكدوا ان احنا لو ما عرفناش نجيب طفله حق يعني حق طفله بريئه، دمها هيكون لعنه علينا. ما تتصوروش ان المجتمع ده هيتصلح طول ما احنا مش عارفين نجيب الحق. هي اللي بتكشف عيوب القوانين الموجوده. اه طبعا اكيد، وبعدين ولولا اصلا عوارق القوانين دي ما كانش بقى في جرائم زي دي. والضحايا بتبقى زي الاطفال في الاخر، هي اللي بتكتشف الجرائم يعني عيوب القوانين بتتم اكتشافها من خلال جرائم سيئه يعني مش ما هو انت دلوقتي، ما هو انت لو القانون اصلا، لو القانون اساسا طبيعي كويس فهيجيب حق مثلا اللي هو صاحب الحق، خلاص مفيش مشكلة. لكن انت بتكتشفي عوار قانون انه تحصل جريمة والقانون يقف عاجز انه يجيب حق صاحب الحق. طب ما مطالبك يعني احنا في نهاية، ما هو مطالبي تعديل القانون فيما يتعلق بالجرائم الجنائية زي الخطف، زي الاغتصاب، زي القتل، تمام؟ لان دي انا اللي يرتكبها اسمحوا لي انا ما اقدرش اعتبره طفل، ما اقدرش اعتبره انسان من اساسه من الاصل. تاني حاجة يعني دلوقتي مطلب شعبي ويا رب المسؤولين يسمعوا، الولدين دول او المجرمين دول ما ينفعش يرجعوا مجتمعنا تاني. زي ما انتوا دلوقتي بتقولوا لنا مواثيق واتفاقيات ودوليه ومش دوليه، امريكا اللي بتصدر لنا كل الهم اللي بيعمل لنا البلاء في حياتنا وفي مجتمعاتنا، بتدي مؤبد مدى الحياه للحالات الخطره على المجتمع. يعني احنا ليه تمام على الاقل ما دلوقتي ما يخرجوش للمجتمع؟ هم مدانين، ما هو ما دلوقتي برضه ما هو في الاخر عنده اقل من 18. دلوقتي مش قصتي مدانين بقى، حتى لو مدان بقضيه زنا بس، هي القضيه دي لا تستحق، لا تستحق. دلوقتي دول احنا عايزينهم يتعد، ده القصاص العادل، ده القصاص العادل عشان نبقى دوله محترمه، عشان اي حد يفكر في جريمه بعد كده مماثله يبقى عارف ان في قانون رادع، وان هو زي ما هياخد حياه حد حياته هتتاخد، هنمنع الجريمه. يا ريت الناس تسمع، يا ريت الناس تسمع. استاذ ابراهيم، ايه الرساله اللي توجهها او ايه الطلب وايه الخطوات برضه يعني اخر حاجه هتعملوها دلوقتي لاي مكان؟ لا احنا مستمرين زي ما احنا في وقفاتنا، لينا مطالب اكيد. كل الشعب المصري ليه مطلب، الحق. احنا ما بنطلبش حاجه،
لا لسه احنا لسه هننسق مع بعضينا. كان اخر وقفه امبارح وكانت في اسكندريه وكانت في بورسعيد. الوقفات احنا بننظمها مع بعض وفي يوم واحد. لو في وقفات تاني احنا بنتواصل مع بعضينا وبنقرر ان في وقفه الفتره اللي جايه. في اكيد طبعا في وقفات كتير جدا لحد النقض اللي هو والده محمود هتقدمه في قبلها وفي بعدها كمان. محمود قاتل زينة في نقض هيتقدم منهم. في وقفات مننا قبل وبعد النقض. لو يعني اذا الناس يعني عملوا نقض والحكم اتثبت خلاص هتقدموا؟ لا طبعا احنا بنتكلم يا جماعه القانون لازم يتغير. احنا ما بنتكلمش على القضيه دي يعني في بعد كده هيحصل تاني طبعا 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 ويتعدوا. انا واحده من المواطنين مش متنازله عن اعدامهم. انا مش متنازله بالظبط. وكل ده مطلب جماهيري مش موضوع السجن بس. المشكله لما في ناس بتتسجن كتير جدا وبتخرج تكرر نفس المشكله تاني. طب احنا كده استفدنا ايه؟ لا احنا عايزين القانون اللي يحجم القضيه ديت ان هي ما تحصلش تاني او على الاقل يقلل من حصولها. استاذ ابراهيم محمود والناس الترزينه بالقاهره شكرا لك. صباح الخير استاذ ريم ابو عيد عضو اتحاد كتاب مصر والناس العام للحمله الشعبيه للمطالبه للقصاص بزينة شكرا ليكي جدا. شكرا ليكم وشكرا لبوابه فيتو. يعني نتمنى فعلا ان يحصل تعديل يقين في ربنا كبير ان هو ربنا اسمه الحق. ان شاء الله. شكرا ليكي ان شاء الله.